الإنسان الآن إذا عطس شوف مثلاً نعم. 人如果打气氛的时候, 마다 يقول 应该怎么说? يقول الحمد لله 应当说, أنت إذا سمعت هذا يقول الحمد لله ماذا تقول له 一旦你听到人说, الحمد لله, 应当怎样说呢? تقول له يرحمك الله 应当说, الله 怜悯你, فهو ماذا يقول 再听到以后再应该怎么回答? يهديكم الله ويصلح بالكم 应当说, الله 引导你, 是你. إذا تثاب لا يفتح فاه هكذا لازم يقضم يدرع ما استطاع نعم 打哈欠的时候应该堵上点嘴啊捂上嘴 يعني لا قل هكذا نعم 不允许这个 هو يقضم ويدرع ما استطاع 要一些遮挡一下双手 نعم المسلم لا يسب 穆斯林不允许骂街 لا يتكلم بالكلام القبيح 不允许说丑陋的话 حتى مع الكفار 以致和媚徒也不允许说 فما بالنا مع المسلمين 如何相互交往呢 لا ينظر إلى عورات الناس يتتبع عوراتهم ينظر نعم 不允许这个故意的侦查别人 لا يتكلم في الناس فلان أعور فلان فقير فلان كذا 不允许背谈别人 حتى وإن كان هذا فيه 即使是真实的也不要说 المسلم إما أن يقول خير أو يسكت 穆斯林应当说慎言或者是沉默 يأتي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 穆斯林应当学习先知的礼节 يتجنب الأخلاق السيئة 要远离那些坏的礼节坏的品格 لا يكشف العورة 不要露出羞体 ولا يتتبع عورات الناس 不要看别人的隐私 ولا يتكلم في الناس 不要背谈别人 يمشي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم 走先知所走的正道 لا يكذب 不说谎 يقول الصدق 只说实言 لا يخون الأمانة 不背信弃义 لا يأتي المحرمات 不去做违背安拉的事情 شرب الخمر 不喝不饮酒 أكل الربا 不吃利息 لا يمس مرأة الأجنبية ولا زنا ولا غيره 不允许接触外女人 不允许发生奸淫 لا يسمع إلى المحرمات كالأغاني 不要听音乐 ولا يحضر الأماكن التي فيها هذه الأشياء المحرمة 不要去违背安拉 做违背安拉事情的那些场所 نعم